أنا فلسطين، أنا فلسطين، أنا مسلم، فلسطين، فلسطين، أنا مسلم. علاش كتضرب ناس بالحجر؟ أنا مسلم، أنا ما كنحبش اليهود. فلسطين، أنا مسلم، ما كنحبش اليهود. فلسطين، بالطبيلة. والله أنا. والله بابا عايز. سوق كاميرا. والسترية. والسترية. بابا عايز يمك. قول لي. منين؟ كملها. وي. والتدوين. أنت منين أنت؟ منين؟ وي علاش كتضرب الناس بالحجر؟ علاش كتضرب الناس بالحجر؟ قول لينا. المهم الاخوان هذا السيد هذا فهو كيتواجد دائما بالمداره ديال الزنقه الذهبيه بمدينه سطات، فكتجينا عليه مجموعه ديال المعلومات انه كيضرب الناس، هو في واحد الحاله كيف ما كتشوفوا في الفيديو يعني كيبين، لا ما نحتاجوا اننا نعطيوا شي تعليق، فنتمنوا الجهات المسؤوله انها تدخل على الفور باش ناخذوا من وباء كورونا، وفي نفس الوقت فتحمي المواطنين اللي كيتعرضوا يعني شي مشاكل يعني عن طريق هذا السيد هذا، فهو كيسب كيعير كيقول الفاظ اللي هي خيبه. فوق من هادشي كامل فهو يعني كتجينا معلومات عليه انه كيضرب الناس بالحجر، فاحنا حاولنا نديروا تغطيه كجريده مجله 24 باش نوصلوا الصوت ديال المواطنين من خلال هذا الفيديو للناس المعنيه باش تاخذ في الاجراءات القانونيه، وهي طبيعة الحال انه يديوه للمصحه خاصه ديال مستشفى الامراض العقليه او يمشي للخيريه على حسب الظروف ديالو. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.